أول ما راح أبدأ أشرح لكم بالفاكسينات، لازم نعرف أول مرة شنو الأكوايرد إميونيتي. هي الفاكسينات، هي الفاكسينات عبارة عن نوع من الأكوايرد إميونيتي. شنو معنى كلمة أكوايرد إميونيتي؟ أكوايرد يعني مكتسب، ومناعات صور واضحة يعني المناعة المكتسبة. فهي هدف الفاكسينات، هدف اللقاحات هي انه تحصل انت acquired immunity، مناعة مكتسبة. بس طبعا المناعة المكتسبة مو فقط تجيك من الفاكسينات. لازم نتفق على شغلة معينة، المناعة تنقسم الى نوعين، passive immunity و active immunity. واضح؟ passive immunity و active immunity. شنو يعني معنى كلمة active immunity؟ يعني أنت لما تبذل جهد حتى تسوي شغلة فأنت active. لما أنت تقوم من النوم وتلبس ملابسك وتروح على المحاضرة برمضان وتعبان فأنت active. هذا يسموه active، يعني أنت لازم تقوم بفعل active. طب passive immunity شنو؟ لما أنت ماشي على البركة، يعني لما يجون أصدقائك يودوك على الدوام دفش، لازم يدفعوك يلا تروح على الدوام. لو أنت لما يعني شو يسموها تريد تقوم نايم ومالك خلق تقوم، وهذه إلا صديقك يش يحفزك يلا تقوم. فهذه تسمى passive immunity. passive immunity يعني بتعب الغير مو بتعبك. active immunity بتعب جهازك المناعي، هذا المعنى. طيب يا دكتور عمر لعد شنو الأمثلة عليهم؟ انتبهوا علي. فأسا اتفقنا acquired immunity، المناعة المكتسبة، إما active immunity اللي هي immunity developed after expose to infection أو vaccine. هذا معناته active immunity، يعني أكو pathogen أدالك إلى مناعة. passive immunity، immunity acquired from someone or something، يعني مناعة أنت خذتها جاهزة. طبعا المناعة نقصدها شنو هي؟ الانتيبوديز، الاميونو جلوبيولين مثل IgM IgG، الاميونو جلوبيولين الانتيبوديز. طيب الباسيف اميونيتي مثل شنو عندنا؟ طبعا هي تنقسم اثنيناتهم الى نوعين، ناتشرال وارتفيشال. كلمه ارتفيشال يعني صناعي، وكلمه ناتشرال يعني طبيعي. الباسيف اميونيتي اللي تجيك على الجاهز، الناتشرال كلكم انتم حصلتوا عليها من منو يا دكتور عمر؟ من أمهاتنا. حصلنا إحنا بسبب الرضاعة الطبيعية، حصلنا وطبعاً من البلاسنتا أيضاً حصلنا شغلة اسمها natural passive immunity اللي أخذنا antibodies من وين؟ من الأم. زين يا شاطر يقول لي يا antibody يعبر من البلاسنتا، يلا نرجعكم إلى المرحلة الثالثة. يلا يا شاطر يقول لي يا antibody يعبر من البلاسنتا، وكل الantibodies تعبر من البلاسنتا، يلا فكروا ها نتنامون. IgG عافية يا عمر، IgG فقط، IgG فقط يعبر من البلاسنتا. طيب بالبريست ميلك، بريست ميلك الحليب اللي يأتي من الأم، ياهو IgA عافية عليكم، IgA عافية عليكم، عافية عليكم. فهذا يسمى بناتشرال، انتبهوا ناتشرال passive immunity. طيب artificial passive immunity هي شنو؟ لما احنا ننطي antibody جاهزة لشخص، مثل اللي ننطي الاميونوغلوبولين في حالة مثلا الريبيس، في حالة التيتنس. هنا ما اقصد على لقاح الريبيس او التيتنس، لا، انه ننطي اميونوغلوبولين كعلاج. هنا ما اقصد على لقاح، ننطي اميونوغلوبولين كعلاج. يسموها artificial passive immunity، انه انت لما واحد يكون بعض الامراض ما عندنا انتبايتك عليها وما عندنا مضاد حيوي، في مرات نضطر ننطي immunoglobulin جاهزة كانوا قبل يصنعوها من حقن الانتيجين بالاحصنة وغيرها وتوليد انتبادي، لكن حاليا ما يستخدمون هاي الطريقة لانها تولد allergic reaction. فبدأوا يستخدمون طرق صناعية بحقن البكتيريا، يعني شغلات جينية بدأوا يصنعون من عندها انتبادي خاصة بأمراض معينة، فهذا يسمى artificial. طيب لعد احنا موضوعنا اليوم الفاكسينات ياهو من الاكتيف اميونيتي. طب يا نوع اكتيف اميونيتي، artificial لو natural، صناعي ولا طبيعي؟ اكيد ايش؟ صناعي. الفاكسينات شغلات صناعية فما تعتبر مناعة طبيعية. طب شون تكتسب انت مناعة طبيعية بطريقة تشبه الفاكسينات؟ انه انت تتعرض للمرض نفسه، تعرضت لفلونزا راح يصير عندك مضادات حيوية antibodies للفلونزا، تعرضت للهربس عندك انتيبوديز للهربس، تعرضت للميزلز عندك انتيبودي للميزلز، تعرضت للروبيلا عندك هذا طبيعي.
بس هذا يحتاج انه انت تنصاب بالانفكشن، وهذا الشيء سيء. مو احنا هدفنا ما ننصاب بالانفكشن. فالبشر جوي بطريقة جديدة لاكتساب المناعة، هي شنو؟ من نوع الاكتف، انه جسمهم يبدأ يفرز انتيبادي، عندنا تكون خلايا مناعية جاهزة انه تفرز لك انتيبادي، تمام، وقت الحاجة، مو تحتاج تاخذها من مصدر ثاني. هاي الطريقة اللي هي الفاكسينيشن، اللقاحات. زين، اللقاحات هي شنو؟ انتبهوا عليها. هسه نجي على اللقاحات، هي عبارة عن، انتبهوا عليها، خلي هنا ما دام اكو عندي مكان، هي عبارة عن يا اما جزء، هذا عندنا مثلا هذه بكتيريا عندها بروتينات، يا اما ناخذ انتيجين من هذه كبكتيريا كمثال، انتيجين، وهذا الانتيجين نحقنه، انتيجين نحقنه بالشخص ويولد لنا مناعة، يا اما اذا كانت هذه البكتيريا من نوع اللي تفرز سموم توكسين، ناخذ هذا التوكسين ونولد من عنده مناعة، نحقنه بالجسم، تمام، خلينا نرسم ابرة يعني نحقنه، نحقنه بالجسم ونولد من عنده مناعة، او قلنا انتيجين نولد من عنده مناعة، هذا طبعا، او ناخذ البكتيريا كاملة، انتبهوا علي، ناخذ البكتيريا كاملة، بكتيريا حية، بكتيريا حية لايف اورجانيزم، ناخذ بكتيريا حية كمثال، طبعا بكتيريا او فيروس، ناخذ حي قابل انه يولد مرض لكنه ضعيف، ضعيف، فنحقن الشخص بهذا البكتيريا او الفيروس الضعيف من نفس السلالة ونولد من عنده مناعة، واضح، نولد من عنده مناعة. والطريقة الحديثة الحالية نستخدموها في كورونا كمثال، انه ناخذ المادة الوراثية كمثال RNA الخاص بالفيروس، خاصة نستخدمه بالفيروسات حاليا، ونولد من عنده، طبعا نحقنا بالشخص ونولد من عنده مناعة. فهاي الطرق الآن المستخدمة اللي نولد من عندها مناعة. فلذلك تنقسم الفاكسينات إلى عدة أنواع، وهذه التقسيمة مهمة جدا، مهمة جدا جدا، اللي هي شنو؟ هاي التقسيمة قدامكم، هاي التقسيمة القديمة، وحاط جواها لكم التقسيمة الحديثة أيضا حتى تستفادوا منها. طبعا هاي الأوراق راح أنزل لكم إياها على جروب، يعني حتى تطلعون عليها وتستفادوا من عندها. طيب، التقسيمة القديمة كانت ثلاث تقسيمات، اللي هي Life Attenuated Vaccine، اللي هو نقصد فيروس أو بكتيريا حية قابل أن تسوي مرض، لكنه شنو؟ لكن هاي البكتيريا مضعفة، مو نفس البكتيريا القوية أو مو نفس الفيروس القوي، تم تضعيفه، يا إما صناعياً يا إما أنه جابوا نوعية من هذه الفيروسات شبيهة بها وضعفوها. مثل يا أهم الفاكسينات اللي موجودة بهذه المجموعة، البي سي جي اللي هو نستخدمه للتوبركلوسيس، التايفويد الأورال، انتبهوا عندنا أنواع فاكسينات تايفويد أورال لايف أتنيويتد، فراح أشركم على مهمات طبعا، تايفويد أورال، بي سي جي، أورال بوليو، هذا مهم جدا، نوعية الأورال بوليو، عندنا استحنا عدة أنواع من فاكسين البوليو، من فاكسين شلل الأطفال، النوع اللي يقطروا بالفم هذا من نوع اللايف اتنيويتد فاكسين. عندنا النوعين، عندنا اورال بوليو وعندنا طبعا اي في بوليو، هسه راح نجي عليه. فالاورال بوليو يكون لايف اتنيويتد، يلو فيفر يعني مو هالقد جايبيها بالاسئله، بس ايضا عرفوها من نوع لايف اتنيويتد. الفيروسات المهمه الثلاثيه ميزلز روبيلا ومامس، MMR، هذول الMMR كلهم لايف اتنيويتد، كلهم فيروسات مضعفه وحيه قابله انه تصيب الشخص بمرض. تشيكن بوكس، الانفلونزا، الانفلونزا انواع حاليا سواء ايضا ميته مو الا حيه، على كل ابيديميك تايفوس، هذول كلهم، وهذا الجدول يحفظ، هذا الجدول يحفظ، مهم جدا. فتذكروا اهم اللقاحات من لايف اتنيويتد الميزلز روبيلا مامس أورال بوليو وتايفويد أورال والبي سي جي تبع التوبركولوسيس. طيب، نجي على المجموعة الثانية اللي هي inactivated أو killed vaccine، هذه اللي هي عبارة عن ناخذ أنتيجينات، يعني نقتل الفيروس
أو البكتيريا ونقطع نحول قطع نأخذ الأنتيجينات المهمة من عندها. هذه ما بيها فيروس حي أو بكتيريا حية، عبارة عن أنتيجينات المهمة من الفيروس حصدناها، يا إما كامل الفيروس مقطع ننطي أو purified إن نأخذ مجموعة من الأنتيجينات فقط اللي تكون طبعا أكثر دقة وأفضل لكن أصعب إنتاجا. فالمهم فهذه الانكتيفيتد أو الكيل فاكسين عندنا مجموعة مهمة من الفاكسينات بيها، من مثل منو؟ مثل السيلك بوليو، هذا أهم واحد بيهم. السيلك بوليو اللي هو آي في بوليو، هذا آي في بارنترال بوليو اللي هو ينطب الوريد، هذا السيلك بوليو يسموه، هذا يكون نوع كلب. فانتبهوا عليه، سيلك بوليو أو البارنترال بوليو بالآي في يكون نوع كلب. أورال بوليو يكون يا نوع، أورال بوليو يكون نوع لايف. فهذه أريدكم تميزوها. بعد منو لقاحات مهمة؟ ريبيز داء الكلب، هيباتايتس بي، تمام؟ زي منو يقول لي الهيباتايتس سي يا نوع؟ هيباتايتس سي يا نوع؟ يلا ريد أشوفكم نايمين مركزين. هيباتايتس سي يا نوع، عافية يا أحمد، عافية يا أحمد، 100% ما عندنا هيباتايتس سي فاكسين، ولو كان عندنا فاكسين ما كان صارت الإصابات الهائلة بالهيباتايتس سي، عافية عليك. وممكن يجيكم سؤال كروك طبعا، إنه ليش ماكو عندنا يعني بريفنشن للهيباتايتس، ليه ما عندنا فاكسين إلي. فالمهم هيباتايتس اي، هيباتايتس بي، انفلونزا تجي بنوعين، تمام، البلايج والبرتوسيس طبعا والمننجايتس، هذول أهم شيء تحفظوها بهذا الجدول، تمام. فهذا 100%، بس أهم واحد بيهم قاطبة وينسأل بالكروك هو البوليو، تمام، وأيضا هيباتايتس أيضا تذكروها. فهذا بالنسبة للكيلد فاكسين. طيب عندنا النوعية الأخيرة اللي قلت لكم نأخذ سم من بكتيريا ونحول، لأن هي الخطر مو بالبكتيريا نفسها، وهي هاي بكتيريتين ماكو غيرهم بدنا نسوي هذا الشيء لهم، اللي هم منو؟ الدفثيريا والتيتانوس. الدفثيريا والتيتانوس، الدفثيريا والتيتانوس اللي يقتل الشخص مو بكتيريا كورونا بكتيريوم دفثيريا او كلاستريديوم تيتاني، لا، اللي يقتل الشخص السم تبع التيتانوس، السم تبع الدفثيريا. فسوينا لقاح ضد هذا السم، عباره عن السم مضاعف ننطيل الشخص حتى يولد مناعه، ليه يسموها توكسويد فاكسينز، مثل الدفثيريا ومثل التيتانوس، مثل التيتانوس، واضح، مثل الدفثيريا ومثل التيتانوس. طيب هذا بالنسبة للمجاميع الأساسية. طيب من يقول لي سايد إفكتات؟ شنو إحنا من اللايف أتنيويتد، هذا ممكن تنسلون عليه، شنو سايد إفكت لإعطاء اللايف أتنيويتد؟ ما هو السايد إفكت لإعطاء اللايف أتنيويتد؟ هل يجوز، يلا خلينا نغير السؤال، هل يجوز إعطاء لايف أتنيويتد لشخص إميونو ديفيشنت؟ أها، عافية يا عمر، عافية. إنفكشن هذا ما يصير ننطي في حالة الإميونو ديفيشنسي، ليش؟ لأن هذه فيروسات حية مو أو بكتيريات حية، وأيضا ممنوع قسم من عدد، مو كله بس أغلبها يعني، أو قسم من عدد ممنوع تنطي في البريجننت، حوامل مثل الميزلز والروبيلا المامب، لأنه راح تسوي لك إيش؟ إصابة بالطفل، ممكن تؤدي إلى تشوهات جنينية. فهذه طبعا ما يصير ننطيها بالبريجننسي، وأيضا بالإميونو ديفيشنسي ما يصير ننطيها. طيب لعد الانكتيفيتد كيلد فاكسين والتوكسويد، ذولا من شنو نخاف؟ هذولا ما عندنا بكتيريا حية أو فيروس حي، طب شنو المشكلة؟ تقدر تنطيهم الإميونو ديفيشنت؟ نعم تقدر تنطيهم. تقدر تنطيهم المرأة حامل؟ نعم تقدر تنطيهم. طب ليش نخاف؟ ليش مرات ما ننطيهم؟ عد منو ما ننطيهم؟ هذولا شي يسوون ممكن إلك، كونهم بروتينات مرات مصفاية ومرات غير مصفاية، شنو ممكن تسوي لك؟ شنو الخطورة بيها يعني؟ انفكشن؟ لا طبعا. يلا فكروا، ولا واحد. الارجيك، عافية، الارجيك رياكشن، الارجيك رياكشن، وممكن تؤدي لك الى انفيلاكتيك شوك، وبذاك الحال لازم ننطي ادرينالين للشخص حتى لا يموت، لان ممكن تؤدي لك الى انفيلاكتيك شوك هذه اللقاحات. فإذا شخص عنده حساسية سابقة من هذه اللقاحات ممنوع تنطي له إياها. فهذول بالنسبة لمجموعة اللقاحات. التايب اوف فاكسين نفس الفكرة اللي قلتها قبل شوية، عندنا الانكتيفيتد الانتيجين وعندنا بروفايد، هذا طبعا الجدول الحديث له. البروفايد انتيجين يسموه اسيلولار بيرتوسيس،
اللي هو قاموا يستخلصوه بشكل أكثر منقى. قبل كان whole cell pertussis، اللي whole cell pertussis هذا القديم قبل 1995 كانوا يستخدمون whole cell pertussis. بعد سنة 95 المواليد الملقحة بعد سنة 95 أغلبهم يأخذون cellular pertussis اللي هو يكون أكثر منقى. وهذا يعني طبعا هذا الـ RNA هسه حاليا ده نستخدمه لكوفيد، لكورونا يعني فيروس. وخليت لكم جدول لكورونا ايضا تستفادون من عنده، لان اخاف يسألوكم على لقاحات كورونا هذه السنة. اوكسفورد يكون فيرال فيكتور يعني من نوع اللايف اتينيويتد. موديرنا يكون RNA شي يسموها لقاح. فايزر يكون RNA، واللقاح الروسي يكون فيرال فاكتور يعني لايف اتينيويتد. هذا اللي تفهموه بالموضوع. طبعا هذا تطلعوا على الجدول تستفادون من عنده. يلا لو سألتكم شنو اكثر سبب يسبب او ما هو السبب الشائع 95% من سرطان عنق الرحم سيرفيكال كانسر، شنو ما هو الكوز للسيرفيكال كانسر، اكثر سبب للسيرفيكال كانسر؟ عفية يا عمر، هيومن بابيلوما فيروس. هيومن بابيلوما فيروس. فالنساء قسم كثير من عندهم ينصحون بعد سن المراهقة أو لما يدخلون بين قوسين ما يسمون بالسكس لايف، يعني يدخلون بالحياة خاصة إذا زواج أو شيء، يعني ينصحون إنه يأخذون الفاكسين تبع الـ HPV. هذا ما ينطي بشكل إلى أطفال صغار أو لا، هذا ينطي عند النساء بالأخص اللي داخلين سن الزواج أو بعدهم في بعد المراهقة، ينطوهم الـ HPV Human Papilloma Virus فاكسين. ليش؟ حتى يمنعون السيرفيكال كانسر، لأن هذا هو سبب 95% من سرطان عنق الرحم من سيرفيكال كانسر. تمام؟ فهنا يقول لك what recommendation would be، طبعا هي عمرها 17 سنة وراح تدخل للسكس لايف، فتصور واضحة الفكرة. يقول لك what recommendation would be most helpful to prevent of invasive cervical carcinoma، فأتصور الفاكسينيشن لل HPV فيروس، إن هو السبب اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس هو السبب السيرفيكال كارسينوما. طيب خليني نجي هسه على السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده سؤال 193، يقول لك a 6-month-old infant is not vaccinated. The physician recommended a cellular، طبعا هذا يعني المنقى DPT diphtheria tetanus pertussis vaccine، but the mother is absolutely against the procedure. الأم ضد هذه العملية. فشوف هنا السؤال ما يسألك على الفاكسينات، يقول لك شنو chose the most suitable argument in favor of the vaccination. أنطي أكثر حجة تقدر تقنع بيها الأم أنه لازم تسوي vaccination، اللي هو شنو أكثر حجة؟ هذا الطفل إذا ما تلقح ضد هاي الأمراض الخطيرة اللي هي diphtheria pertussis والتيتنس اللي كانت تقتل آلاف من الأطفال، إذا ما تلقح فممكن أنت راح تكونين سبب في lethal consequences، يعني في الموت، ممكن يؤدي للطفل إلى الموت. فحتى تقنع الأم أنه تستجيب للقاح وتلقح الطفل، فالrisk of lethal consequences هذه أقوى حجة تقدر تقنع بها الأم أنه تلقح طفلها، لأنه ما متلقح. طبعا على السكاجول يكمل أو على الجدول تبع التلقيحات يكمل تلقيحها. فأيضا سؤال فكرة سهلة بس يعني تفهمون الفكرة من عنده. طيب السؤال اللي بعده سؤال 194. In autumn في الخريف a 45 years old man was recommended to elective surgery، يعني رجل كبير عمره 45 سنة ده نسوي له coronary bypass surgery. وال patient never received influenza vaccine. فيقول لك why would the family doctor يعني recommend or scheduled yearly vaccine against influenza to this patient؟ ليش؟ شخص كبير بالعمر وعنده chronic condition، فطبعا شنو مفضل ننطيله؟ ننطيله influenza vaccine. ليش؟ لأن هذول الأشخاص أكثر عرضة إنه يصير عندهم mortality وmorbidity بسبب الانفلونزا، ممكن يديهم الى هارت فيلير. فهي الفكره بالموضوع. فيقول لك decrease the risk of mortality due to pneumonia and heart failure. فتصور واضح السؤال، مو جديد عليكم صار، فمفهوم الفكره. طيب السؤال اللي بعده سؤال 95. السؤال 95 هذا يتكلم شويه شغله دقيقه على شلون صناعه هاي الفاكسينات.
بعض من هذه الفاكسينات اللي هو مثل الإنفلونزا يتصنع كيف؟ يحقنون البيضة، بيضة الدجاج، يحقنون البيضة بالفيروس أو الفيرال فاكتر يسموه، يحقنوه بعدين هذه البيضة راح تبدأ يتكاثر داخل هالفيروس، وبعدين يأخذون مح البيض هذا ويسوون بيوريفايد ويطلعون من عند الفيروس، مرات تبقى بروتينات من البيض وياه. 195 هذا أنا يعني ماذا أتكلم على السؤال ده، أعطيكم طريقة صنع بعض هذه الفاكسينات اللي هي نأتي ببيضة، بيضة دجاج عادية اللي هم يصنعون بها بعض الفاكسينات مثل الإنفلونزا، خاصة اللايف إنفلونزا فاكسين، يحقنون الفيروس داخل البيضة الحية، الفيروس راح ينمو على جنين الدجاج هذا أو داخل البيضة، وبعدين يأخذون هذه الفيروسات يسوونها عملية بيروفايد تنقية، ويأخذوها ويحولوها إلى فاكسين، يحولوها إلى فاكسين من البيض، من البيض تمام. فهنا أنا شي يقول لك a 28 years old woman has made appointment to the family doctor to receive vaccination against influenza. However, having collected the patient medical history, the doctor claimed, يعني الطبيب اعترف, the procedure to be absolutely contraindicated. مستحيل ننطي. ليش؟ ليش contraindicated؟ هذه عدها allergy للايج وايت، فممكن تتعرض الى انافيلاكتيك شوك. طبعا هذا هنا الفاكسين ربما من نوع الكيلد او اللايف بس فكره مو هنا، هذا الفاكسين هو يصنع داخل البيض، فبالتالي لما انت تنقي تبقى بروتينات من البيض موجوده ضمن السائل اللي يصير من عند الفاكسين. فهنا الفكره بهذا الموضوع، فايج وايت انتوليرنس اللي هو قصده الرجي يعني، فخوفه من الانافيلاكتيك شوك قال لها كونترا انديكيتد العمليه. ديورينج administration of a planned DPT، يعني دريد ننطي الدفتيريا بيرتوسس تيتانوس اللي طبعا هو واضح هذه من يا فاكسينات ما عدا البيرتوسس اللي هو كيلد، هنا الدفتيريا وتيتانوس من نوع التوكسويد، حتى البيرتوسس قلت لكم هذول شنو اكثر شغله ممكن يسووها، هذول ما يسوون انفكشن، يسوون انافيلاكتيك شوك، يسوون انافيلاكتيك شوك، والآن المريض صار عنده أنافيلاكتيك شوك. طيب شنو نعالج الأنافيلاكتيك شوك؟ هذا صار سؤال internal medicine، ما هو العلاج اللي نعطيه في حالة الإصابة بالأنافيلاكتيك شوك؟ يلا اكتبوا لي بالتعليقات شنو المادة اللي تعكس الأنافيلاكتيك شوك. الإيش؟ الأدرينالين، الأدرينالين، الأدرينالين اللي هو إبينفرين، تمام إبينفرين، فنطينا له إبينفرين لأن عنده أنافيلاكتيك شوك. طبعا ليش؟ لأن هذه من نوعية التوكسويد أو ال البيئة انتيجينات بروتينات، فهذا تؤدي لك إلى أنافيلاكتيك شوك. طيب السؤال اللي بعد السؤال 98، تمام سؤال 98 يقول لك among first year school children there was a case of measles registered، يعني لقينا بالأطفال تمام اللي هم طبعا عمرهم تقريبا 7 سنوات اللي هم أول سنة. A 7-year-old boy from the same group was not vaccinated. صار عندنا measles outbreak وأكو طالب ما ماخذ فاكسين. ليش؟ لأنه أهله يخافون من الفاكسينات وما يقبلون يأخذ فاكسينات. شنو لازم تسوي أنت؟ طبعاً لازم الطفل هذا تلقحه لأنه راح ينصاب بسبب outbreak الصاير اللي هو انتشار مرض الصاير بالمدرسة. فلازم تلقح الطفل هذا. هنا رغبة الأهل ما تجي ضمن مصلحة الطفل تكون أقوى من رغبة الأهل، ولذلك نلقح لأنه إذا ما تلقح ممكن ينصاب بهذه الأمراض. طبعا هنا ملاحظة أيضا عرفوها، إحنا نلقح الجميع مو لأن الشرط أنه هذا الطفل ممكن ضعيف مناعته ويتأثر ويموت من المرض، لا، بس ممكن يصير ناقل للمرض لشخص ضعيف مناعته ويروح يودي للمرض ويموت هذا الشخص، ولذلك الكل لازم يأخذون لقاحات، تمام؟ فهي هاي الفكرة، فهو أهله رافضين وهو ما متلقح وفي انتشار مرض، إيش لازم تسوي؟ تنطيله اللي هو الميزلز اللي هو اللقاح الثلاثي أو الثلاثي MMR ميزلز مامس وروبيلا. طيب نجي على السؤال اللي بعده أيضا عن ميزلز والمامس والروبيلا، يقول لك خليها بس تمام. السؤال اللي بعده يقول لك a 40 years old man هسه عمره 40 سنة وصار عنده فيفر تمام ومولكيولر راش 10 days after the first dose of measles و mumps والروبيلا،
فهذا طبعا ليش صار عنده؟ لان هذه الميزلز والمومس والروبيلا اذا تتذكرون قبل شوي شرحت لكم هذه لايف اتنيويتد فاكسينز راح تنطي لك اعراض قريبه من اعراض المرض الحقيقيه. ليش؟ لان هي اصلا فيروس عايش حي حقيقي لكنه اضعف وبالتالي ينطيك اعراض. فهذه مو مشكله كبيره اذا ارتفعت شويه حرارته وظهر له راش. فيقول لك هل من الممكن ريفاكسينيشن للام ام ار؟ طبعا عادي تقدر تسوي له بعدين ريفاكسينيشن، تقدر تنطيه في العمر الكبير، هذا ماكو مشكله تمام. فماكو مشكله بالموضوع، وهنا ما صاير له هو ترى كومبليكيشن خطيره من هذا الموضوع، عباره عن عادي. الان الطفل الصغير لو تنطيله ممكن تلاحظ شويه راش يظهر له بعد اللقاح وارتفاع بالحراره، فهذا طبيعي لان هاي لايف اتنيويتد فاكسين، فعادي نقدر ننطيه للعمر الكبير. فهل بوسيبل؟ نعم بوسيبل، ماكو اي مشكله نقدر ننطيه، واهم شيء يتلقح الشخص حتى وانه كان ما ماخذه بالطفوله ياخذه على عمر كبير. طيب سؤال 200 اللي هو اخر سؤال اللي ذكرت لكم قبل شويه، شخص عمره 26 سنه والان صار عنده الدفثيريا وغيره، فالمهم فيقول لك يا نوع فاكسين كان هذا الشخص was administered، كان هذا الشخص ماخذه. قلت لكم قبل 5 سنه ال 95 كنا ننطي يا نوع فاكسين من نوع البرتوسيس قبل سنه ال 95 اللي هو كنا ننطي ما يسمى بالهول Whole pertussis vaccine. A cellular vaccine هذا صار بعد ال 95، بعد يعني بعد سنة ال 95، بعد سنة ال 95. فأي شخص ولد قبل ال 95 كان يأخذ ما يسمى بالabsorbed diphtheria tetanus vaccine أو المودفايد اللي هو نفسه whole cell vaccine اللي هو whole cell DPT فاكسين. هذا كنا ناخذه قبل، الان الاسلولر فاكسين هو اللي ينخذ حاليا. فاذا كان عمره 5-6 سنوات يقول لك يا لقاح هو اخذه، فتتصور طبعا الاسلولر فاكسين هذا اللي نستخدمه حاليا. القبل كنا نستخدم الهول سيل فاكسين اللي هذا حاليا قليل استخدامه الا في بعض الدول الفقيره لان سعره ارخص، لكنه يعني ككفاءه ممكن يكون يختلف حسب الدولة المنتجة. على كل فمدى يستخدم؟ فبس هاي الفكرة بالموضوع. فهاي بالنسبة لأسئلة الفاكسينات. أحد عنده سؤال فكرة معينة؟